السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم الممبار بالخلطة الجبارة بطريقة تحفة جدا، هتاخدي منها أحلى طعم للممبار. وكمان هعمل معاكم الكرشة بالصلصة أو بالحمص اللي بنقول عليها الكمونية بالحمص، تطلع معاكي تحفة جدا. لو ما بتحبيش أكلة الكرشة بجد بالطريقة دي هتحبيها جدا جدا، أكلة خفيفة ولذيذة جدا. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول. ما نبدأ بأول حاجة الكرشة لأنها تاخد معانا وقت في التسوية شوية. بيكون معايا بقى حلتين على النار، كل حلة فيها مقدار من المية كده. أول حلة بتكون فيها مية بتغلي، أهم حاجة بقى بيكون معايا الكرشة بتاعتي غسلها كويس جدا بدقيق وملح ومتنظفة تمام وبيضة فل شمعة منورة كده زي ما احنا شايفين. هحطها في الحلة الأولى اللي فيها مية بتغلي عشان خاطر تاخد أول غلوة، ولو فيها أي ريحة مش حلوة تنزل في الحلة الأولانية دي. تاني حاجة في الحلة التانية فيها مية بتغلي هحط فيها بوكيه جورنيه، وأهم حاجة تحط فيها فص من الثوم علشان يمتص أي ريحة غير مرغوب فيها في الكرشة. وبعد كده بتحطي التوابل او المنكهات اللي عبارة عن فلفل اسمر وحبهان ولوري وكمان فص صغير من المستكة، وممكن كمان اذا حبيتي بتحطي عود صغير جدا من القرفة. القرفة العود يا جماعة مش البودر، علشان ما تخليش الشوربة معاكي لونها مش حلو، لا العود بتخلي الشوربة رايقة وحلوة وتديكي نكهة مميزة كمان. بعد كده بعد ما حطينا بقى البوكي جرنيه والمنكهات في الحلة اللي هنطبخ فيها الكرشة، بتكون الحلة الأولانية اللي فيها الكرشة بالمية المغلية خدت غلوة واحدة بس، ببدأ بقى ايه اطلع منها الكرشة وصف فيها ونزلها فين في الحلة اللي فيها البوكي جرنيه اللي هنسوي فيها الكرشة. تمام كده الكرشة طلعت اي نكهة فيها غير مرغوبة وكده، فخلاص كده حطناها في الحلة اللي هتتسوى فيها، بنغطي عليها بقى وبنهدي النار وبنسيبها تستوي على مهلها. ببدأ اجهز معاكو الصلصة بتاعت الكمونية او الحمص. تمام، على فكرة هي فرصة حلوة قوي ان احنا نطبخ حمص وناكله، لان مش عادة بناكل الحمص، فالحمص له فوائد كتير جدا وكمان طعمه لذيذ قوي في الوصفة دي. تمام كده هبدأ بقى دلوقتي ايه اجهز معاكو الصلصة بتاعت الحمص. تمام، حطيت كده مادة دهنية فيها بصلة مبشورة ناعم جدا، وخدوا بالكم من الخطوة دي ما تكونش البصلة متقطعة خشن وكبيرة، لا مبشورة ناعم جدا. وحطيت عليها رشة من الفلفل الأسمر، فرمت كده فصين من الثوم وانا واقفة على الرخامة كده، خدتهم كده على طرف السكينة وضفتهم للبصل وكله بتشوح مع بعضه بالشكل ده. الريحة بقى والنكهة بتاعت البصلة والثوم بتبدأ تظهر معايا كده وحلوة، انا مش هديهم لون ولا حاجة. تمام، كان معايا هنا كوباية من الحمص، الحمص المفصص ده العادي جدا بتاع الطبخ، يعني وانت بتشتريه من العطار قولوله عايزة حمص مفصص للطبخ. تمام، كنت نقعاه لمدة ليلة. تمام كده، يعني بتنقيه وتنضفيه من اي حاجة مختلفة عنه او اي حاجة غريبة عنه، وبعدين بتنقعيه لمدة ليلة. بشوحه كده ويا البصلة والتومة والفلفل الاسمر. تمام بالشكل ده. على فكرة طريقة الكرشة دي هتاخدي منها اخف طعم للكرشة وريحتها حلوة قوي. اهم حاجة حطي ويا البوكي جرنيه فص كده او فصين من التومة الصحاح. تمام، الكرشة كده معايا بتستوي على نار هادية، طبعا انا بدأت بيها لانها بتاخد وقت شوية في التسوية، فهسيبها بقى تتسوى كده على مهلها. بس كمان بجهز معاكو الخلطة بتاعت الحمص. تمام، علشان تكون كل حاجة جاهزة. حطيت كده كوبايتين من عصير الطماطم على الحمص بتاعي بعد ما خدت تشويحة ويا البصلة والتومة. دلوقتي هنا انا بضيف نص معلقة من السكر، وبعرفكو ان ليها فايدتين النص معلقة من السكر دي. اولا هتسقوي الحمص معايا اسرع، ثانيا هتعادل حموضة الطماطم وتخلي الاكلة بتاعتك خفيفة وطعمها حلو. كده الكرشة والحمص شغالين على النار، كل حاجة كده ايه بتستوي مع نفسها. اول كده ما الحمص بتاعي يستوي والتسبيكة بتاعته تتقل، تمام، وقوامها يتقل،
هبدأ ان انا ارفعها من على النار واستنى خالص لحد ما الكرشة تستوي عشان اضيفهم على بعض الاتنين. هناك كده انا حطيت حلة فيها مية علشان هبدأ احشي الممبار واحطه فيها. جهزت خلطة الممبار بقى هقول لكم عليها دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. معايا الممبار مغسول برضو زي الفل بخل وملح وليمون ومتصفي وتمام قوي. معايا مقدار الرز عليه خضرة المحشي وكمان عليه فصين من الثوم. خضرة المحشي دي فروزنت عندي، بس عبارة عن حزمة شبت وكزبرة وبقدونس ومقطعاهم ومخزناهم سوا. كمان معايا بصلة كبيرة 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 يعني، او بصلتين متوسطين، وفلفل مقطع، طماطم مقطعة، وكمان معايا صلصة بيتي. دلوقتي معايا هنا دي قرفة بحب قوي احطها ويا الممبار، وكزبرة وشبت وكمون وكزبرة وكمون وفلفل اسمر وبابريكا. حط شوية صغيرين كده من الكوبيبة الصيني كمان على خلطة المحشي، خلطة الممبار بتبقى تحفة، او خلطة محشي الممبار. تمام، بنظبط الملح بقى. حابة بقى ان انت تخلي الخلطة بتاعة الممبار دي حارة او نص حرارة كده، يعني خلي الشطة بتاعتك متوسطة، بتدي طعم تحفة جدا للممبار. تمام، حتى لو ما بتحبيش الحاجة الحارة الحراقة، بس في الممبار لازم نحط شطة بتخلي طعمها حلو، تخلي طعمها مميز بجد. تمام، حطيت بقى كده كل الخضار اللي انا مقطعاه، البصل والفلفل والطماطم كل المتقطع كده مع بعضه، بس انا نقلت الحاجة في حاجة اوسع شوية اعرف اقلبها. وحطيت كمان الصلصة والتوابل كل حاجة والملح كل حاجة تمام معايا كده، وقلبت كل الخضار وكل المكونات بتاعتي مع بعضها. بس انا هنا هقسمهم كده في حاجتين علشان وانا بحشي الممبار الرز بتاعي ما يتبهدلش مني. الممبار الطويل قوي اللي انا بصفيه ده هعمل بيه ممبار بوبس، بس هقول لكم على غلطة انا وقعت فيها علشان ما تقعوش فيها زيي. تمام، هبدأ بس بعد ما صفيته كويس كده هبدأ بقى احشي الممبار البوبس ده. تحشيه بالطريقة اللي بتعرفيها، في ناس بتحب تحشيه بقمع، تمام، انا بحب احشي على ايدي كده بالطريقة دي او بالطريقة التانية العادية اللي انا بفتح. ايوان زي كده بالظبط، بفتح الممبار بصباعيني الاتنين كده بايد واحدة والايد التانية بتعبي فيه بالشكل ده. تمام، ببدأ بقى ان انا املى الممبار واوزع. ما تكبسيش الممبار قوي عشان ما يفرقعش منك. تمام، خلي الممبار متوزع فيه الخلطة بس مبطط كده، مش مليان قوي ومضغوط. تمام، بعمل واوزع بقى واخلص كل الكمية. هقول لكم بقى على الغلطة اللي انا وقعت فيها، ده الممبار العادي تمام وعادة احنا بنحبه جدا، وده الممبار البوبس. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اربط الحلقات بتاعة الممبار. اول واحدة دي باخد طرف الممبار كده وابدأ اربطه زي عقدة بالمنظر ده كده. تمام، او ممكن تربطيه بخيط مفيش مشكلة. ببدأ باخد كل مسافة كده كمية وبعدين اربط الخيط بتاعي. هنا انا ربطت عقدة واحدة بس، فطبعا دي فكت مني في المية، فانصحكم ما تعملوش الغلطة بتاعتي دي، واربطوا عقدتين كويس جدا، يعني اربطوا الممبار كويس بالطريقة دي تمام علشان ما يفكش منك وتطلع معاكي الحلقات الكور بتاعة الممبار البوبوس مظبوطة جدا. تمام، خلاص هنا بقى بفضل انا ربط كده بفتلة خيط، ويريت الخيط بتاعك ما يكونش قوي جدا علشان يسهل عليكي ان انتي تربطي وتقطعي في نفس الوقت، بس اربطي ربطتين فوق بعض تمام علشان ما يفكش زي ما حصل معايا، واكيد هناخد بالنا مع بعض دلوقتي. في الوقت ده طبعا انا كنت حطيت المية بتاعة الممبار تسخن على النار، كنا شايفينها مع بعض قبل ما نبدأ نحشي الممبار. تمام، هبدأ بقى ان انا احط فيها شوية من الفلفل الاسمر شوية من اللوري وبهرها كده واديها منكهات حلوة علشان نبدأ نحط فيها الممبار بتاعنا. تمام كده، خلصت انا كده كل الكمية. بروح بقى على النار، بلاقي الكمونية بتاعتي استوت والكرشة بتاعتي قربت تستوي خالص. انا كنت رافعة الكمونية من على النار ومظبطة حلة بقى الممبار بالشكل ده. الاكلة يا جماعة سهلة، اكلة شعبية بس تحفة، وكمان مش هتاخد منك وقت لو انت مجهزة انت هتعملي ايه. تمام، حطيت كده لوري وفص حبهان وشوية فلفل اسمر في المية، وكمان ظبطي الملح بتاعها. تمام، ببدأ بقى انزل بالممبار كده تمام جدا بالشكل ده، هيبدأ على طول الأطراف بتاعته تقفل ويتظبط شكله كده ويبقى حلو قوي.
تسوية الممبار بتاخدش وقت طويل، هو بالظبط بياخد معايا من تلت ساعة لنص ساعة بالكتير قوي على نار متوسطة، وببدأ ان انا اول ما يستوي ارفعه من الحلة، ارفعه من المية بتاعته. شايفين هنا بعض الوحدات البوبس فكت ازاي الخيط بتاعها فعملت الشكل ده، تمام؟ شايفين هنا انا بوريكم ان اطراف الممبار اول ما بتنزل في المية المغلية بتقفل على طول وما بتخرجش رز خالص. كده عدى عليها نص ساعة، إيه خلاص بقى الممبار بتاعي استوى. هبدأ ان انا اطلعه من المية المغلية، ما تسيبهوش في المية المغلية علشان الممبار ما يفرقعش. خدوا بالكم الحاجات دي، عشان في ناس بتقعد تقول الممبار بيفرقع مني وبيفرط الرز في قلب المية بتاعته ومش عارف ايه وكده، فعلشان احنا بتعدي علينا خطوات بسيطة جدا، تمام؟ بعد ما طلعنا الممبار وصفى المية بتاعته في طاسة فيها نار كده، في طاسة على النار معلش، بحط فيها مقدار من الزيت وببدأ أقلي الممبار بتاعي. باجي هنا بقى بشوف الكرشة بلاقيها استوت تمام كده زي الفل. هبدأ بقى ان انا اضيف الكرشة بتاعتي على الحمص وصلصة الحمص اللي احنا جهزناها. شايفين هي قد ايه سمكها، يعني ما فيهاش شوربة كتير، صلصة الحمص ما فيهاش مادة سائلة، تمام؟ يعني متسبكة وبس. هبدأ بقى اخد بقى انا شوربة الكرشة دي، احاول كده ما اطلعش فيها اي لوري ولا اي بهارات من اللي كانت موجودة معانا، ولا بوكي جرني ولا حاجة، يعني اخد الشوربة صافية اضيفها على صلصة الحمص الجاهزة اللي معايا دي. وبعدين بقى ببدأ اخد قطع الكرشة بعيد برضو عن البوكي جرني اللي احنا كنا ضايفينه، تمام؟ يعني قطع الكرشة بس كده، والشوربة بضيفهم بقى ايه على الحمص، تمام؟ بياخدوا غلوتين ثلاثة مع بعض. كل ده انا ما كنتش ظبطت ملح الكرشة، ناخد بالنا من الخطوة دي. شايفين بقى الريحة بقى في الوقت ده بتطلع تحفة جدا. الأكلة دي خفيفة وحلوة جدا يا جماعة، تحفة بجد. فهبدأ بقى دلوقتي بعد ما الكرشة تاخد غلوتين ثلاثة مع بعض وانا بحمل الممبار كده، هبدأ بقى ان انا اظبط الملح بتاع الكرشة بالحمص بتاعتي. ما تنسوش الملح لاني ما كنتش ضفته خالص، لا اثناء تسوية الكرشة ولا اثناء تسوية الحمص، تمام؟ خلاص كده زي الفل. تاخد غلوتين. كنت بعمل كمان شوية رز ابيض جنب الاكلة دي، بتبقى تحفة جدا. ممكن بقى تعملي فتة ويا الكرشة اذا حبيتي زي ما تحبي خالص، وسلطة خضراء وكده. ودي الاكلة بتاعتنا يا جماعة، عملناها في وقت واحد كده وسهلة وبسيطة، الاكلة طعمها تحفة، تمام؟ شايفين الممبار البوبوس الكام واحدة اللي ظبطوا طلعوا حلوين قوي. اربطوا الخيط كويس يا جماعة، ما تقعوش في نفس غلطتي. اما بالنسبة بقى للكرشة بالحمص، لو ما بتحبيش الكرشة بالطريقة دي هتحبيها جدا وهتعمليها دايما على طول بالطريقة التحفة جدا دي، وفرصة ان احنا ناكل حمص والحاجات الحلوة الجميلة دي. شايفين جمالها، اما عن ريحتها تحفة، والكرشة دايبة جدا ومستوية تحفة جدا جدا. اتمنى ان شاء الله تجربوا الاكلة وتعجبكم، وبالهنا اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.